اه شباب اهلا وسهلا. هذا فيديو التسخين الجديد حق ما خليت انا اليوم تبي التاريخ سخن شي طق فره مني يوم اثنين ايه حركة 2 6 باقي 18 شكل بقى على 3 حمد صور صور اثنين اقل بعد عندك المؤتمرات اللي عندنا ضيف جديد حق الحلقه طبعا هو ضيف مكرر عزيز شلونك يا عزيز والله نورتنا يا عزيز عزيز هوليت هوليت نورنا اثنين بعد اسبوع ان شاء الله طبعا ما نحسب شو اسمه المؤتمرات اللي ضيق قصب قبلها بيومين بري اي 3 مالت كونامي اي ورسميا يبلش تاريخ 11 يعني اول مؤتمر مايكروسوفت تاريخ 10 10 اي 10 يوم الاثنين الساعه 7:30 بتوقيت الكويت هنا راح نبلش اي 3 زين خلونا الحين من الاي 3 خلاص عندنا بعد اسبوع يعني هذا ايش عندنا اليوم يعني بالضبط اليوم يعني شنو ما ادري انا والله انا بتحكي عن دوتا ما لعبت شيء تجربتي بدوتا عزيز اتوقع عندك رزن تيفل صح؟ رزن ريفليشن تقريبا قديمة اذا 3 دي اس بس تو نزل على البي سي وبلاي ستيشن شنو فيها اضافات جديدة وسوالف؟ لا ما فيها ولا اضافة لا انا اللي اعرف انه ما فيها اضافات كلش انا دشيت الويكي بس اتوقع الرسم يعني في اشياء بسيطة بونس ستيج الله والرسم يمكن لا رسم زين لا رسم زين رسم وايد زين بس يعني اي احسن هو ولا 6؟ هني ايه تقارن مع 6 احنا قاعد نقارنها مع 3 دي اس اكيد بيشو ما عندك شيء دونكي كونغ نزلت ما حد خذاها انا لعبها جيم كيو على الوي انا باخذها بس خل اخلص شغلات اللي عندي بعدين بالضبط شغلات واجد صارت الباكلوج يصعد انا لعبتي الحين اليوم بتحكي عنها ما ادري من روح يكون مهتم بس بتكلم عنها على العموم اللي هي باندورا ستور ايه بلشتها؟ زين عاد انا ابي انطباعات إيه انا عندي لعبه مالت رابط جاك شيء سامثينج نسيت اسمها اللي فيها رابط ايه البوينت كليك ايه أوه. نفس اللي مسوين تشين اوف سيفن اوف تكلمنا عنها واحنا حلقه اللي طافت بوينت كليك نفسه نفسه ما عندي اي شيء يقول عن اللعبه لحظه اكيد بس راح العبها ان شاء الله اعطيكم عنها انطباعات اي نفس تعال تعال حياك حياك يا حسين هلا عليكم السلام هيا هيا فيديو تسخين مال الأسبوع ستارين حسين عزيز فيه أنا قايل لكم إيش فيك أشيك ناين ما في ربعي ليش ما تبيني يعني لا 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 هو الحين يقول لك شو هذا دعم العزيز فيه وجودك ما يحتاج نكون موجودين يا سلام إيش دعوة ترى نغزة بالعز يعني إذا تتحرك ترى وقت زين. بابا يعني. أصوات رزنتيبل صح؟ خلاص سكر. أنتوا سمعتوا رزنتيبل أنا شفت رزنتيبل. أنا كنا ناطرين كتير. الباب رزنتيبل يا جماعة. إن شاء الله. الباب نفس رزنتيبل. اهلا وعلي شلونك؟ الله يعين حالك من زمان ما يجي بودكاست نورت مرة ثانية. طبعا مو بس أنت. يا هلا يا هلا. أهلا أهلا. يا هلا. وين تجيبه يا سيد؟ وين تجيبه؟ أحسن يا سيد ليه تهاري؟ تجيب شاهي؟ شاهي كي؟ أعطى عطني ما عطني شاهي كي؟ لا لا تعرف شاهي كي؟ صك براس زين يلا شنو التسخين هاي؟ تسخين؟ ماكو بس سؤال فيانا اشرب شاي هلو تعال بيك تطلع لي سؤال ديوانيا الأسبوع اللي طاف ها؟ الأسبوعين اللي طافوا كان في واحد سألني وما أدري السؤال. أوكي خلينا نشوف يلا ندور عليه. تعال خلنا. شوف 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 سؤال. حسين رد حلقة الحين أول كومنت والله وناس حسين رجع. يا أخي بوكيمون نادر صاير. هم الحلقة اللي طافت شيء. حدا بوكيمون نادر. حلقة عطى أول كومنت. إيه صدق. تشرهون عليك. سامعك إنما. شهر يمكن. شهر. شهر. حسين إن شاء الله ما تقطع شهر. نعم مسكين كان مشغول. عنده شغل. عنده شغل كرة سلة. يس. يس. إيه. شلون البطولة؟ الحمد لله طلعنا الثاني والثالث. شلون الثالث؟ لحظة اشرح شلون طلعت الثاني والثالث؟ سوالف حسين هذه طلعت الثاني والثالث. لا أول شيء في دوري. بس مو دوري. الدوري لا لا طلعنا فيه الثاني خسرنا المباراة النهائية بالشوط الإضافي. أوه زين.
والكاس خروج المغلوب طلعنا ثالث. آه كان في بطولتين. مشغول يا جماعة. مشغول مشغول بطولات. المهم مبروك على مركز اثنين ثلاث معنا ودنا كودنا تأخذ الأول بمرتين. آه محاول. معي. مش دعوة شاي. يا يا. عطونا شاي يعني. أنا قلت أحد يبي شاي. إيه. عقب صب يا أخي. أنا قاعد أطلع الكومنت مال حسين وأنا شغل أنا. أنا قاعد أصور. لا أحد يكلمني. خلاص صورك أنت. أنا قاعد أطلع أنت. أنا مشكلة طالع 24 ساعة. إيه. شلونك بيش انت ما قلت لنا عن شنو بندور استوى خايسه يعني لا غير غير لا تشترون غير عن قول الصج ما تبي شكر ها غير عن الاثنين يعني هم مو ثلاث العاب الار بي جي اللي هم اخر فتره الوي عشان يعني بندوره 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 بالاخير تبنجر شيه ما فهمت شنو قصدي يعني 14 سنه يسوون اخر شيء صدق من زمان ولا نزل هي بس انها نزلت باللعبه من زمان توها ينزلونها بامريكا يعني يعطيك شكر؟ ما يحتاج هاي المشكله يعني مصيبه صبعي؟ يس طاف عليها جيل كامل حده بالضبط لا بس انا الالعاب اللي لا تلعبونها بعد انا الحين قاعد العب هيروز قاعد تلعب العاب؟ قاعد تلعب هيروز السادس؟ قاعد يلعب جيمز السادس؟ اي هيروز ما عنده غير لحظه لحظه انت شنو ناوي عليه بالضبط يعني؟ يعني انا متفق معك ان اللعبه حلوه يعني بس يعني انت الحين باي قصه وكم ساعه ضيعت من وقتك لحد لا الحين بالهيومن قصتها طويله اوكي ليش يروحون الهيومن اول العالم صح اول قصه يعني. لا والله يعني وايد متعاطفين يعني كل القصص تبدا بالهيومن اوكي ما ايش حقه لا بس باستثناء دارك مسايا لا لا دارك مسايا شيء ثاني بدأ بالنكرومانسر زين هذه هيروز اوف مايت ماجيك السادس الجزء الخامس ولا لا الاول الاول السادس الاول اوكي لحظه هذا صار نفس سكوير يعني ما حد سكوير ما 13 1 من زمان سكوير ما طقها وياهم سكوير اوكي انسبريشن يعني سكوير اخذوا منهم هيروز الرابع الجزء الخامس كان هذا قوي لا لا هو العادة على الأقل نزلون إكسبانشنين يعني ألعاب هيروز من عمرين نزل والإكسبانشن هو اللي يحدد واحد لا لا لا, لا, لا إحنا 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 قاعد نسميها واحد اثنين الجزء الثاني الثالث بس لا إكسبانشن قصة تعرف بعد عالم دنجن أند دراجونز يعني روح أبحر وأبحث يعني قصص ما تخلص يعني الإكسبانشن على الأقل يعني ضيع فيه تقريبا 120 ساعة 200 ساعة عشان بس اثنين ما تبي تنهي 100% بشوف حلو حلو ترى يعني هالايام مطلوب يعني لا هذا بلاي فاليو يعني القوي اللي شيء بلاي فاليو كل انسى انه في كاميرا هنا هذا يخلصها مره وقطه هذا يعني شو يعني لازم تتفرغ انت بس يعني انت تحدد شيء يعني اعتكاف يا صص صص انا جربتها لعبت انا هيروز لعبت حسين الرابع الحين تبغى ما يذكر اي جزء هو لعبه لهالدرجة يا جماعة هيروز بدون الإكسبانشن خلصت أربع قصص يعني ممكن لا ترى ما خلص هم خمسة أو ستة هم ستة هم ستة خلصت أربع قصص أنا منهم طبعا قريتهم يعني شو استانسيون وهذا كل شيء تقريبا يمكن شهرين لعب يومي أنا أضمن لك مو أقل من 120 ساعة وايد وايد السلام عليكم السلام أربع سجون لا لا ما بلش على وش الحمد لله تمام زين حياك الله عليكم السلام اهلا وسهلا لا اضمن لك توصل 200 توصل 200 عادي تشيل الوالد درع ومشي عادي الحين اهم شيء المجرم الخطير موجود بالجزء ولا لا ساندرو؟ ايه في طاري لا هو موجود اصلا هذا غاندف مال اللعبه يعني غاندف على بوصل لا لان ردوا بالقصه اوكي اي يعني هذا الجزء السادس المفروض زيرو لا شوف هم كانوا ماشيين صح من اول للرابع صح الخامس يا ناس يحبون الصوت خذوا بارل الستوري مع الرابع يعني يعني هذا شنو صار فيه لما كان انا طلب امسك الكاميرا انا طلب طبعا يبي يطلع سؤال اللي خلوه حق حسين هذا مال الحلقه اللي طلع ما ادري بس ما ادري انا هذا اللي قاعد دارك مساي ما ادري شيك والحين هذا اللي يصير قبل دارك مساي
كان سؤال حق حسين.